تغريد أبو حطب تعاني من إعاقة جسدية ومرض مزمن يضطرها للسفر إلى الخارج من حين إلى آخر، لكن إغلاق المعابر يحرمها دوما من ذلك. تحضر هنا في ميناء غزة للمشاركة في فعالية تطالب العالم بفتح ممر مائي لسكان القطاع للتعويض عن الإغلاق المستمر لمعبر رفح. أنا مش قادر أصل معبر رفح، أنا نفسي أسافر، نفسي أطلع، نفسي يعني ما كل ما أروح مسكر المعبر. من طالب في كل جميع الجهات أنه يفتحوا لنا معبر ومينا لقطاع غزة. الممر المائي هو حق من حقوق الشعب الفلسطيني، كفلته كل القواعد والقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ضمن ما عرف بحرية الحركة والتنقل. بالإضافة إلى ذلك، هذا الممر المائي وميناء غزة هناك اتفاقيات أبرمتها السلطة الفلسطينية ضمن اتفاق أوسلو، أو حتى أبرمتها المقاومة الفلسطينية في المفاوضات غير المباشرة في القاهرة في بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. أمام إغلاق معبر رفح المتواصل لأكثر من 80 يوم، نحن قلنا أن أمامنا خيارين: إما أن نسمح للعالم بأن يقتلنا هذا الموت البطيء داخل قطاع غزة وقطاع غزة كله مغلق، أو أن نبحث عن حريتنا من خلال البحر. الفعاليات المطالبة بكسر الحصار الإسرائيلي على غزة وفتح معبر رفح مع مصر تتزايد مؤخرا، فالمعاناة تفاقمت بصورة كبيرة مع منع الاحتلال لإدخال مواد البناء إلا بصورة محدودة والتحكم في كميات السلع الأخرى، علاوة على الأضرار الكبيرة التي تلحق بالمرضى والطلبة وأصحاب الإقامات جراء إغلاق معبر رفح. حقيقة الحصار الظالم الذي وقع علينا نحن بصورة مباشرة كطلاب أثر علينا بشكل كبير، في دراستنا أثر علينا، في حرية تنقلنا حتى نتبادل الثقافات مع العالم الخارجي وحتى نتبادل الحضارات مع الدول المجاورة أثر علينا بشكل كبير. الأمال بإنهاء معاناة سكان القطاع باستلام حكومة التوافق لمهامها ومن ضمنها المعابر تتبدد شيئا فشيئا، ما يعيد المشهد إلى سنوات الحصار الأولى، حيث الفعاليات التي لا تتوقف للمطالبة بكسر الحصار. مطلبنا الأساس هو رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة بما يحق الحرية لأبناء شعبنا الفلسطيني، هي إيصال صوت إلى المجتمع الدولي وفضح الاحتلال الإسرائيلي، وهناك جهود دولية تبذل في هذا الصدد وبخاصة من منظمات المجتمع المدني الدولية عبر العالم من أجل الضغط بشكل حقيقي على برلماناتها وحكوماتها لتبني موقف مندد بهذا الحصار، ويطالب الاحتلال الإسرائيلي باحترام المواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولي. الغزيون يتساءلون إلى أين يتجه بهم الحال في قطاعهم المحاصر، وهل كتب عليهم التظاهر لسنوات طوال للمطالبة بحقهم في الحياة، حياة تضيق عليهم يوما بعد آخر ولا مجيب لصرخاتهم. محمد الأصل، تلفزيون القدس، قطاع غزة. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com، ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.